اهلا بكم، هذا برنامجكم 90 دقيقه من قناه المحور، وانا معكم محمد الباز. يبدو انه الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي بعد ما لعبت الدور الاكبر في نشر الشائعات ونشر الاخبار الكاذبه واشاعه حاله من الفوضى المعرفيه في العالم، وعايز اقول لحضراتكم انه شبكات التواصل الاجتماعي لعبت دور كبير جدا في الهزات اللي تعرضت لها الدول العربية من بعد 2011. يبدو ان في دور جديد شبكات التواصل الاجتماعي بتلعبه الان، وهي انها هتوقف الناس على حافة الجنون. فعلا التواصل الاجتماعي الفيسبوك بيدفع الناس للجنون. حضراتكم تابعتوا الخبر بتاع الممثل الامريكي، ممثل امريكي يعني مش مشهور قوي، عنده 40 سنه، كان بيحضر بعض الفعاليات الفنيه والثقافيه في جده، موسم جده، وبعدين جه على مصر هنا وطلع راح يعني عند الهرم عشان يلتقط بعض الصور الاباحيه. طبعا تم القبض عليه وتم التحقيق معاه النهارده في النيابه. المفاجأة ايه؟ يعني سيبك من ان هو الراجل عايز يتصور جنب الاهرامات، ده طبيعي، العالم كله بيحلم انه يجي يتصور جنب الاهرامات، وفي بعض الناس يعني بتروح منهم شوية فيحاولوا يتصوروا صور اباحية عند الاهرامات. لكن الراجل ده الممثل الامريكي اللي عنده 40 سنة ده جاب صاحبته وكان بيصور مؤخرته. في تحقيقات النيابة سألوه يعني ماشي جيت صورت ايه الهدف يعني، فقال لهم انا ممثل وعندي حسابات على التواصل الاجتماعي، فانا فكرت انه يصور مؤخرته ويرفع الصورة على الفيسبوك. ليه يا فندم؟ قال لك لان دي هتجيب لايكات كتير، اعجابات كتير يعني، وده هيدخلي فلوس. اذا المسألة فيها جنون. يعني النيابة طبعا أخلت سبيله لأنه كان في ناس من السفارة الأمريكية راحوا، ويعني التحقيقات تمت واحتجز في اسم الهرم لحد ما يتم ترحيله، يعني هيتم ترحيله من مصر.